السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا المقطع الجديد والمهم والذي هو بعنوان إن الله لن ينساك. الله أكبر، كتير جدا مننا بيقع في أزمات وفي مشاكل وبعض الابتلاءات أو بعض المحن الشديدة، وبعدين يحس إن الدنيا، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، زي ما الناس بتوصف يقولك حسيت إن الدنيا كلها بقت سودة في عينيا، حسيت إن حواليا الدنيا كلها سواد في سواد. صدقني لما بتسود بالمنظر ده بديب بتبقى بداية الفرج من عند الملك سبحانه وتعالى. إذا تخلى عنك الناس جميعا فلن ينساك الخالق سبحانه وتعالى وجل جلاله. بس كل ما عليك حسن الظن بالله، اللجوء إلى الله، التوكل على الله، طاعة المولى عز وجل، البعد عن معصية الله، الإحسان إلى عباد الله، ورب الكعبة ربنا هيسخر لك كل شيء. هذكر لكم قصة، والله العظيم القصة دي بتأثر فيا جدا جدا كلما تذكرتها. قدر ربنا سبحانه وتعالى إحدى الأخوات الفاضلات في يوم من الأيام اعتقل زوجها. فلما اعتقل زوجها كان عندها بنت صغيرة، يعني عندها حوالي 3-4 سنين، وكان أبوها يعني إيه راجل كبير في السن وكان عايش لوحده. فلما اعتقل زوجها جه أبوها عاش معها في الشقة عشان ما تعيش لوحدها. المهم بنت هذه الفتاة الأخت الفاضلة بنتها مرضت مرضا شديدا واشتدت عليها الحمى، وهذه الأخت ما معهاش ولا مليم لا تأكل بنتها ولا حتى تجيب لها علاج ولا توديها عند الدكتور، وبقت قاعدة مش عارفة تعمل إيه. فلجأت إلى من يسبع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وبدأت تشكو يعني حزنها وتبث همومها إلى الخالق سبحانه وتعالى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالمهم وبدأت تقول يا رب انقذني، يا رب اجعل لي من هذا البلاء فرجا ومخرجا، يا رب اشفي لي بنتي، يا رب ارزقنا يا رب، وعماله بتدعي. وبعدين فجأة حبيبي قالت أقوم أصلي قيام الليل. فقامت تصلي قيام الليل وتصف قدميها بين يدي الله سبحانه وتعالى وتبكي ويعني وتسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى وهي تبكي بشدة، ثم تقوم تحط كمادات لبنتها شوية وتصلي شوية. وبعدين فجأة طرق الباب، باب البيت. إيه اللي حصل؟ مين اللي جاي؟ محدش بيجي في الوقت ده، يعني هم ما تعودوش إن حد يجي لهم الساعة 3 بالليل. المهم فأبوها راح فتح الباب، فلقى واحد بيقول له سلام عليكم يا حاج، انا الدكتور فلان الفلاني، البنت العيانه موجوده هنا في الشقه. قال له يا فندم اتفضل يا دكتور. فدخل الدكتور، فالاخت راحت لابسه حجابها وراحت طالعه، خير يا دكتور؟ قال لها البنت المريضه فين؟ قالت له في الغرفه ديت. فراح داخل كشف عليها، قال لها البنت عندها حمى وكذا كذا كذا، وكتب لها الروشته، وقف على باب الشقه منتظر الفيزيته، منتظر الاجر بقى. وبعدين قال لها معلش بعد اذنك عشان بس الوقت متاخر، عايز ارجع انام شويه لان عندي الصبح، عندي الصبح مستشفى، فلو سمحت الفيزيته. قالت له فيزيته ايه يا دكتور؟ قال لها الفيزيته تمن الكشف، يعني انت مصحيان الساعه 2 بالليل من بيتي وجاي لك هنا وواصل الساعه 3 وفي النهايه بتقولي لي فيزيته ايه؟ فبتقول له يا دكتور والله العظيم انا ما صحيتش حضرتك. قال لها ازاي انت متصله بيا الساعه 2 بالليل؟ قالت له والله انا ما عندي تليفون في البيت، لا عندي موبايل ولا عندي تليفون بيت. قال لها سبحان الله، هو ده مش شقه فلان؟ قالت له لا، دي الشقه اللي جنبينا. قال لها سبحان الله، انت ايه حكايتك؟ قالت له والله زوجي معتقل وما فيش في بيتي لقمة ناكلها، وبيتين أنا وبنتي وأبويا من غير عشاء، وبنتي مريضة وطول الليل عمالة بصلي وببكي بين يدي الله إن ربنا يوجد لي فرجا ومخرجا عشان أقدر أعالج بنتي. فتأثر الطبيب وبكى، قال لها سبحان الله، يعني ربنا ييسر إن أنا أقوم في الوقت ده وآجي علشان أكشف على البنت اللي في الشقة اللي جنبيكم، فأغلط وأخبط على شقتكم وأخش أكشف عليها وأكتب لها العلاج علشان أنتم معكوش فلوس وربنا مقدر إن أنا أجيلكم؟ فقالت له ده رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فقال لها اديني روشتة. قالت له خير يا دكتور، أنت زعلان من إيه طيب؟ قال لها لا والله ما زعلان، هات الروشتة. خد الروشتة ونزل الله يكرمه، راح صرف لها الروشتة من صيدلية شغالة بالليل وبالنهار 24 ساعة، صرف العلاج وجابه لها. وبعد ما جابه لها ادها مبلغ من المال، قال لها حضرتك زي اختي، ده مبلغ من المال ان شاء الله يكفيك الشهر ده، وده العلاج بتاع البنت، ولو احتجت اي حاجه ادي الكارت بتاعي وادي تليفوني، اي فلوس انت عايزاها، اي علاج، اي كشف، اي وقت اتصل بيها في اي وقت، ربنا سبحانه وتعالى يقدر انه يستخدمني ان شاء الله لخدمتك وخدمه بنتك وانا تحت امرك في اي وقت.
ثم دخل الشقة الثانية عشان يكشف على البنت اللي أبوها رجل غني. سبحانك يا ربي، مين اللي قدر كل ده حبيبي؟ فاطر السماوات والأرض. خلي الدكتور يغلط وما يشوفش رقم الشقة فيخبط على شقة الأخت اللي عمالة طول الليل تبكي بين يدي الله عشان تفتح له الباب ويخش يكشف على البنت، وبعدين يطلب الفيزيتا بتاعته، فلما يقول له أنا معيش فيعرف السبب فتصعب عليه فيديها راتب كل شهر لحد ما زوجها خرج من السجن. شوفوا قد إيه المولى عز وجل لا ينسى عباده أبدا. ده ربنا سبحانه وتعالى يسوق الخير ويسوق الرزق للدودة في بطن الحجر. مش أحيانا كده لما تيجي كده تلاقي ناس عمالين بيفحطوا في مكان، تبص تلاقي وهو بيخبط كده تلاقي حجر اتفتح وجواه دودة. الدودة دي دخلها الهوى منين؟ ربنا اللي قدره. الأكل جاي لها منين؟ ربنا اللي مقدره. الجنين في بطن الأم بياكل منين ويشرب منين ويتنفس ازاي وعايش ازاي؟ ربنا اللي مقدر. ربنا ما بينساش حد، ربنا ما بينساش حد، والله العظيم ما بينسى حد. ما عليكم إلا أن أنتم احسنوا الظن بالله، قول يا رب، قول يا رب واحسن الظن بالله وتوكل على الله وتأكد أن ربنا هيفرجها، هيفرجها قريب قوي. ولو ما تفرجتش في الدنيا فالفرج كله في الجنة. يا رب يرزقنا وإياكم الجنة ويجمعنا وإياكم في الجنة وينجينا من فتن الدنيا. بحبكم في الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان